ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الصورة المعبرة لليوم الوطني وللأعلام التي ترفرف. أسأل الله أن يجعلها دائما مرفوعة ترفرف خفاقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نحن في المدينة الحالمة الجميلة أبي عريش، حيث الصور ومظاهر الفرح باليوم الوطني والنخلة التي تعبر عن العطاء والنماء والغذاء لهذه البلاد الشهيرة بالنخلة، رمز العطاء ورمز الكرم ورمز الضيافة ورمز لا أجمل منه من رمز. هذه هي النخلة وفي موسمها الجميل ورطبها الحالي. أسأل الله أن يجعل دائما وطننا شامخا آمنا مطمئنا رخاء وسائر أوطان المسلمين إن شاء الله. وتقبلوا خالص تحيات قناة أفندي جازان التي تنقل لكم من أبي عريش الصور والمناظر الجميلة لمظاهر الاحتفال باليوم الوطني.